السلام عليكم. إلا كنتي كتحلم ببنك مجاني مدى الحياة وبطاقة بنكية وطنية ودولية مجانية وكذلك تسبيق كيوصل حتى 10,000 درهم كل شهر، والأهم من هذا الشيء كامل هو أن هذه المميزات كيقدمها لنا بنك إسلامي، فهذا الفيديو موجه لك أخي. تابع الفيديو حتى الأخير، وأي حاجة ما فهمتهاش حطها في التعليق الخاصة بهذا الفيديو غنجاوبك عليها إن شاء الله أول بأول. إذن البنك اللي غنهضروا عليه اليوم هو بنك اليسر، عبارة عن بنك تشاركي تابع لمجموعة البنك الشعبي. كيقدم لنا مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات البنكية وموجه لجميع أفراد المجتمع، سواء كنت مغربي، أجنبي، مقيم في المغرب ولا خارج المغرب، وكذلك الحرفيين والمهنيين، الشركات والمقاولات كيف ما كان النوع ديالها. بمعنى هذا البنك موجه للجميع وبدون استثناء. والعرض اللي جينا نهضر عليه اليوم صراحة هو عرض مغري بزاف. أي واحد شاف هاد المميزات اللي كيقدمها لنا هاد العرض كن على يقين أنه 100% غادي يمشي يفتح حساب ديالو في بنك اليسر. وقبل ما نبدا نهضر على المميزات والشروط باش نستافدو من هذا العرض، بغيت نذكركم باللي هذا العرض محدود، بدا في 1 فبراير 2023 وغادي يسالي في 31 دجنبر 2023. وكذلك في اخر الفيديو غنوريك كيفاش تسجل وتستافد من هذا العرض بلا ما تمشي حتى الوكالة، فقط من الهاتف ديالك او لا الحاسوب ديالك. إذن المميزات اللي كيقدمها لنا بنك اليسر في هذا العرض الخيالي غادي نطرقوا لهم واحد بواحد ان شاء الله. فاولا مجانية مصاريف تسيير الحساب مدى الحياة، يعني افتح الحساب ديالك فابور مدى الحياة، وهذه المجانية كتكون كذلك شاملة لرسوم الاشتراك السنوية وكذلك الرسوم ديال التجديد، يعني انت كتفتح الحساب ديالك وما غتخلص حتى شي ريال عليه. ثانيا بطاقة بنكية وطنية ودولية مجانية، يعني كيقدم لنا بطاقة بنكية اللي نقدر نخرج بها الفلوس داخل وخارج المغرب، وكذلك نشرو بها من المواقع الأجنبية ونستافدو من جميع المميزات الأخرى اللي كتقدمها لنا نفس النوعية ديال هاد البطاقة. أما بالنسبة لنوعية البطاقة، يعني الاسم ديال البطاقة اللي غنستافدو منها، فبنك اليسر كيقدم لنا 3 ديال البطاقات، كل واحدة كتختلف حسب الدخل الشهري لكل زبون. يعني كان عندك واحد السالير ابتداء من 6000 درهم كيعطينا واحد البطاقة اللي سميتها بداية، وإلا كان السالير ديالك تيبتاد من 8000 درهم غتستافد من بطاقة فيزا جولد. أما بالنسبة للبطاقة الأخيرة اللي هي فيزا بلاتينيوم، فهذه كتقدم للناس اللي السالير ديالها أكثر من 20000 درهم، أو لا عندكم شي رصيد ثابت لأكبر من 100000 درهم، يعني أكثر من 10 ديال المليون في الحساب ديالك. دابا هضرنا على البطاقات، غندوزو نكملو المميزات اللي كيقدمها لنا هذا العرض. فثالثا كيعطينا هذا العرض مبلغ اضافي على الرصيد كيوصل حتى 10000 درهم كل شهر، يعني تسبيق ديال 10000 درهم تقدروا تاخذوه كل شهر. ثم رابعا وكيقلنا سابقا كنقدروا نفتحوا الحساب ديالنا في بنك اليسر عن بعد، وهنا غنخلي لكم الرابط في وصف الفيديو. ملي تدخلوا غادي تطلع لكم الواجهه على هذا الشكل، كاينين بزاف ديال الخطوات غادي نتبعوهم وحده بوحده، والطريقه راه سهله ما فيها حتى شي تعقيدات. فبالنسبه للخطوه الاولى كيف كتشوفوا قدامكم، عندنا تحميل تطبيق اللي سميتو اليسر كونيكت من بلاي ستور، يعني كتدخل الهاتف ديالك تتمشي للبلاي ستور وكتيليشارجي لابليكاسيون اليسر كونيكت. من بعد كتقوم بانشاء اسم المستخدم من خلال رقم الهاتف ديالك ولا البريد الالكتروني، ومن طبيعة الحال الهاتف يكون عندك لانه غيوصلك واحد الكود باش تكون فرميه، وكذلك حتى البريد الالكتروني خص يكون ديالك وتكون عارف المود باس ديالو لانه غيوصلك فيه رسائل تتبع الحساب من بنك اليسر. ثم ثالثا غتختاروا الوكاله ديالكم، يعني غتحاولوا تختاروا الوكاله اللي قريبه لكم، كيطلع لكم جي بي اس كتاكتيفيه هنا وهنا كيقدموا لكم ما اقرب وكاله لكم كتختاروها، وكتدوزوا الخطوه الرابعه اللي هي ملء المعلومات الشخصيه. حاولوا الله يخليكم يكونوا المعلومات مضبوطه، يعني يكون الاسم والنسب ورقم البطاقه الوطنيه مضبوطين، وكذلك العنوان باش ما تلقاو حتى شي مشكل فاش تمشيو للوكاله. ثم الخطوه الخامسه كتاخذوا الهاتف ديالكم وكتاخذوا واحد الصوره اللي كتكون واضحه لبطاقه التعريف الوطنيه من الامام وكذلك من الخلف، وكتحملوها اونلاين باش كيتاكدوا فعلا باللي انت هو صاحب الحساب، ما يكونش شي واحد اخر اللي فتح الحساب مكان ديالك.
وهنا ملي كتكمل هذه الخطوات غادي تتصل بكم خدمة الزبناء تقريبا في 48 ساعة باش يراجعوا معكم هذه البيانات، يعني كيتأكدوا من الاسم، النسب، تاريخ الازدياد ورقم الهاتف باش كيعرفوا فعلا باللي انت اللي فتحتي الحساب. وهنا راك كملتي جميع الخطوات باش تفتح الحساب، كتبقى لكم خطوه بسيطه اللي هي تمشيو للوكاله ديالكم، غادي يتصل بك المستشار ديالك في الوكاله اللي فتحتي فيها يعني اللي قريبه ليك باش يزيد يوريك المكان بالضبط نتاع الوكاله وكذلك الوقت اللي كيلائمك انت كتقولوا ليه باش انك كتجي مباشره كتسني العقد ديالك وكتاخذ البطاقه البنكيه ديالك بكل سهوله. يعني خطوات سهله ما فيها حتى شي حاجه اللي صعيبه. والجميل هو ان التطبيق غيعاوننا بزاف في حياتنا اليوميه في المعاملات ديالنا كذلك، فمثلا اي ميزه ولا خدمه جديده قدمتها بنك اليسر فكتطلع لنا على شكل نوتيفيكاسيون كنشوفوها احنا الاولين. كذلك كيمكننا تطبيق الاطلاع على الحساب ديالنا مباشره، يعني كنشوفوا شحال عندنا في الرصيد، شحال خرج، شحال دخل مباشره. كذلك الاطلاع على جميع المعاملات اللي قمنا بها، يعني الفلوس اللي دخلت الفلوس اللي خرجت، ويمكن لنا نحولوا الاموال ديالنا مباشره كذلك من التطبيق، ويمكن لنا نطلبوا البطاقات البنكيه ودفتر الشيكات ونتبعوا كذلك فين وصلت هذه الطلبيه اللي درنا في التطبيق، وكذلك تفعيل البطاقه البنكيه والايقاف ديالها والالغاء ديالها كاع بمره في حاله مثلا لا قدر الله تضرت لنا هذه البطاقه. وكذلك كيمكن لنا من اداء الفواتير ديالنا، الماء، الكهرباء، الهاتف، كذلك لا دي اس ال وجميع الخدمات الاخرى اللي كتسهل علينا حياتنا اليوميه. اذا كيف كتشوفوا هذا التطبيق هذا لا غنى عنه، ضروري تخليوه في الهاتف ديالكم لانه غيسهل عليكم الامور بزاف. ودابا غندوزو للشروط اللي خصها توفر فيك الا بغيتي تستبد من هاد العروض ديال بنك اليسر. فاول شرط هو ان الزبون المقيم في المغرب ولا خارج المغرب كيستافد من هذا العرض الى فتح الحساب ديالو في هذه الفتره بين 1 فبراير 2023 و 31 دجنبر 2023. يعني الا بغيتي تستافد من هذه العروض كامله خصك تفتح الحساب دابا. ثم الشرط الثاني هو يكون عندكم واحد الدخل شهري ثابت كيف قلنا سابقا في البطاقات، كيبتدئ من 6000 درهم الفوق، ومن خلال هذا الدخل كتحدد لكم البطاقه اللي غادي تاخذوا كيف قلنا سابقا. وملي كيتوفر فيكم هاد الشروط فغتستافدوا من هاد العرض اللي صراحه عرض مغري ومن احسن العروض اللي شتنا في الابناك المغربيه. اذا خوتي وصلنا لنهايه الفيديو، دير جيم، بارطاجي الفيديو مع الاصدقاء المهتمين بالمجال باش تعم الفائده. اي مشكل واجهته ولا شي معلومه ما فهمتوهاش مزيان حطوها ليا في التعاليق الخاصه بهذا الفيديو غنجاوبكم عليها واحد بواحد. وإلا كانت خويا اختي هذه هي اول زياره لك للقناه، ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول.